يعرف الاقتصاد غير الرسمي بأنه ذلك الجزء من الاقتصاد الذي لا يراقب من قبل الحكومة ولا تفرض عليه ضرائب ولا تدخل أنشطته ضمن الناتج الإجمالي للدولة. يمثل اقتصاد الظل نسبة لا يستهان بها في معظم الاقتصادات في الوقت الحالي بنسبة تصل إلى 28%، إلا أن تلك النسبة تنخفض كثيراً لدى الدول الخليجية حيث تقدر بنسبة 18%. نجحت الدول الخليجية في الوصول إلى هذه النسبة المنخفضة بعد جهودها في تحسين عوامل التمكين الرئيسية مثل القوانين واللوائح المنظمة والرقابة الضريبية المعززة والخدمات المالية التي يمكن الوصول إليها بسهولة، إضافة إلى تكافؤ الفرص وإرساء أسس قوية لدفع عجلة النمو وتطوير اقتصاداتها الرسمية. كما شملت التدابير أيضا تحسين إنفاذ الضرائب ودعم المشاريع الصغيرة وتسريع وتيرة الرقمنة وتعزيز معايير الشفافية والشمول المالي من خلال توفير الخدمات المالية وزيادة فرص الحصول على الخدمات الائتمانية. أما في مصر يمثل اقتصاد الظل نحو 53% من إجمالي المنشآت الاقتصادية، وتقدر حجم المنشآت الاقتصادية غير الرسمية بنحو 2 مليون منشأة، وهذا ينعكس سلباً على الاقتصاد القومي، حيث يؤدي اقتصاد الظل إلى تآكل القاعدة الضريبية ومن ثم انخفاض الإيرادات الضريبية، نظراً لأنه لا يمكن فرض ضريبة عليه، مما يضطر الحكومات إلى اللجوء إلى طرق أخرى لتمويل نفقاتها. ولإنهاء هذه الأزمة تعمل مصر على تعزيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي من خلال الاستغلال الأمثل للتحول الرقمي والميكنة والتوسع في تطبيق النظم الضريبية الإلكترونية، جنباً إلى جنب مع الاستمرار في الحملات الميدانية وزيادة عمليات الحصر الميداني لأنشطة الاقتصاد غير الرسمي.